بابا أنا عندي بنتين صبايا، وين ما بدهم يروحوا لازم يروحوا مع هيدا الشاب. بعدين هيدا ما عم يلزم حدوده أبدا، واحد كتير وقح، وأنا ما بقبل على بناتي يكون معهم هيدا الشاب. تعرف أنت مثل مين يا صابر؟ لا. مثل الطنبرجية. تعرف عربيات الطنبرجية؟ كان عندي وحدة من زمان اشتغلت عليها سنة كاملة. بالربيع كنا نبيع عليها لوز أخضر وخوخ، بالصيف تفاح وكرز ومشمش، وبالخريف زعرور وعناب، وبالشتة بيصيروا يبيعوا عليها شمندر. باختصار كل فصل كان له شكل مختلف، كل فصل كان يتغير شكل الطنبر. انت مثلن يا صابر. معلي فيك تقلي ليش؟ ايه رح قلك. وقت اللي بتكون الظروف مناسبة بتساوي حفلات فقش ورقص بهيدا البيت، تلبس بناتك فساتين سهرة وبتخليهن يقصوا شبر من التنورة تبعهم، وبكل المناسبات الموجودة، عيد ميلاد، ليلة يلدا، عيد راس السنة، وشو ما كان كمان بيضل الفقش والرقص للصبح داير. وقت اللي بتكون الظروف مناسبة اللي مأكد منه انه انت ما بتعود تشوف الحمرة والمكياج اللي بيحطوه بناتك على وجهن. وقت اللي بتكون الظروف مناسبة تنسى انه الإشار منشان يغطي الشعر، مش منشان لفت الأنظار مثلا. وقت بتكون الظروف مناسبة تدفع لبناتك 200,000 تومان بالشهر فواتير للتليفون. شوف ما بتسترجي تسألهم كمان مع مين كانوا عم يحكوا أو عم يتصلوا لحتى تطلع فواتيرهم هالقد. شوف لقلك وقت اللي بتكون الظروف مناسبة بتصير كلمة تاخدك وكلمة تجيبك. هيدا الشاب عنده أدب وحياة أكتر من 100 بنت. خبرتيها؟ لازم تخبريها، لازم تخبريها يا عاطفة، خبريها كيف ما بدك بس لازم تخبريها. شو يعني لازم نلغي كتب الكتاب؟ انت اكيد عم تمزحي ما هيك؟ انت جنيتي شي؟ ستاير ليكي حبيبتي اذا عم تمزحي مزحتك كتير ثقيله، واذا مفكره حالك عم تضحكي. صدقيني انا ما عم بمزح معك، عم بحكي عن جد. صدقيني. صدقك؟ بدي كاني صدق الحكي الفاضي تبعك؟ كتب كتاب بنتي بعد كم يوم وانت عم بتقلي لي لازم تلغيه؟ ستايش اسمعيني دقيقة روقي لو سمحتي. أنا حكيت كل شي لمرتضى. حكيتي له كل شي؟ ايه. ومسمية حالك رفيقتي؟ ستايش هيدا جوزي. وأنا بكون رفيقتك. بعرف انك رفيقتي. بتعرفي بتعرفي وفتحت كل صفحات حياتي قدام جوزك. انا ما فيني اكذب عليه بهالموضوع ابدا. بتعرفي يا ستايش انه توعدنا من اول يوم ما نكذب على بعض، وصدقيني كاني كنت قاعده على نار بهالكم يوم لانه ما خبرته. وكرمال حضرتك ما تقعدي على نار بتقومي بتحكي كل شيء صار بحياتي من الطقطقه للسلام عليكم لجوزك. عاطفه نحن رايحين من هون، بحياتي ما رح سامحك. عاطفه مش رح سامحك بحياتي. ماما خلص بيكفي لهون. شو صار؟ روحي ضبي كل الشنط رح نفل من هون هلا. طيب ليش؟ شو صار؟ عفوا عفوا يا ست، ممكن اخذ من وقتك دقيقتين؟ سيد مرتضى عذبناكم كثير بهاي الفتره بس نحن ما رح اخذ من وقتك الا دقيقتين. بترجيكي يا ست اطلعي لفوق وضبي كل الاغراض. بس دقيقتين اذا بدك. ماشي تفضل. خالته شو صار؟ عاطفة انت طلعي لفوق وما تعتلي حالك. ولا شي حبيبتي ما صار شي.
تفضلي يا ست، تفضلي ارتاح. لا أنا مرتاحة هيك، عمول معروف احكي اللي عندك. كتير منيح بصراحة يا ست، أنا بظن أنه شرعي. ليش بتفكروا حالكم أنتوا شرعيين وأهل مدينة وكل شي بتقولوه شرعي وباقي الناس ما بيفهموا شي أبدا؟ ليش بتفكروا الناس كلهم كافرين وما بيعرفوا الله وأنتوا بس اللي بتعرفوا الله والجنة تبعهم مسجلة باسمكم؟ سيد مرتضى أنا إذا ستايش، أنا بعرفك كتير منيح، بعرف أنه بتصلي صلاتك على وقتها. عاطفة خبرتني أنه عائلتي عائلة ملتزمة وأبوك وأمك كانوا متدينين. لكن ليش عم تحكي قدامي بالشرع؟ الشرع أكيد منه لعبة يا ست، وأنا ما بدي حكيكي بالشرع. أنا كنت حابب خبرك بالشغلات اللي لازم تعرفيها مثل أخ لإلك. يعني بدك تنصحني سيد مرتضى؟ مع احترامي لإلك أنا مني بحاجة لنصيحة حدا. وشو بالنسبة لمعرفة الحقيقة؟ أي حقيقة؟ الحقيقة اللي قالت لك إياها عاطفة. عمري 20 سنة، من 20 سنة أخذت ولادي وهربت من جدن وتشردت هون وهونيك، بس الحقيقة الموجودة هلأ هي بنتي ناسقولو وبس، هاي هي. وبعد كم يوم رح تكتب كتابه وما في حقيقة تانية قدامي غير هاي، وأنا مني بحاجة لنصيحة من حدا بخصوص هيدا الموضوع. ما إلي خلق بهاي الظروف حدا يقلي إنه شغلي كان صح أو غلط هيك وبس. عن إذنك نحنا لازم نروح. ست ستايش، أنا ما خلصت كلامي بعد. تفضل لكن احكي. يمكن قدرتي تتحايلي على القانون بشي طريقة. أنا ما راح أتدخل أبداً بالموضوع، وما راح أقلك إنه شغلك كان صح أو خطأ، ومثل ما طلبتي ما راح أحكم عليكي، بس أنت ما فيكي تتحايلي على الشرع. شو قصدك بهالحكي؟ قصدي إنه إذا كتب كتاب بنتك على أي شخص ومهما كان اسمها، سواء كان اسمها واقعي أو اسم مستعار عطيتوه إياه، كتب الكتاب شرعاً باطل. مستحيل، بنتي معها هوية وفيها تساوي بهاي الهوية. بنتك اللي في عندها جد حقيقي، وإذا ما سمح لها جدها تتجوز كتب كتاب بنتك باطل قانوناً وشرعاً باطل. أنتوا صحيح هربتوا من القانون، بس أكيد ما فيكم تهربوا من الله. اسمعيني يا ست، حتى لو انكتب الكتاب، حتى لو مضى على 100 شاهد، رح يكون باطل شرعاً. مين قال هيدا الحكي؟ نفس اللي قال النكاح سنتي. عم بتكذب علي شي؟ لا. الكابوس انتهى، كنت مفكرة انه كل شيء انتهى. كل مشكلة لازم تنحل بالحل المناسب لها، وقت اللي بيمشي الواحد بطريق غلط رح يواجه كتير مشاكل. بس انتي مانك شايفتي. انا ما مشيت بطريق غلط، انا كنت بدي خلص ولادي من شخص بعده عايش وموجود لحد هاي اللحظة. أنا بعرف كل شي صار. معناتها بتعرف أني كنت مضطرة؟ لا لا لا، الذنب تبعك مش أقل من ذنب بي جوزك. ليش؟ لأني ما حبيت أنه ولادي يعيشوا تحت رحمة هيك رجال. أبوه لجوزك كان عم بيفكر بطريقة غلط، كان عم بيفكر إنه الصبي بيختلف عن البنت، كان يفكر إنه الصبي أصل والبنت فرع. الصبي أصيل والبنت مش أصيلة، الصبي حبيب قلب بيو والبنت حبيبة قلب الماما. بالفعل كان عم بيفكر غلط، بس كان عم بيشتغل صح. كان بده يعمر لكم بيت إلك ولولادك بالبستان تبعه، كان بده يربيهم ودير باله عليهم، كان بده يأملكن حياة منيحة. بس انت كنت عم تفكري صح، ما في فرق أبدا بين البنت والصبي. اتنين هدية من الله، اتنين نعمة، اتنين رحمة، اتنين ضو البيت. بس اشتغلتي غلط،
أخذت أولادك اثنين وهربتي، حرمت الجد من حق الوصاية تبعه على أحفاده، سويتي وجع راس كتير لإلك ولولادك، سويتي هويات مزورة، وهلأ نحن في قدامنا نوعين اثنين من الناس. نوع بيفكر بطريقة غلط بس بيشتغل بطريقة صح، ونوع تاني بيفكر صح بس بيشتغل بطريقة غلط. اثنين مرفوضين يا ست. الدنيا بحاجة لناس بيفكروا بطريقة صح وبيشتغلوا صح. لا انت ولا ابو جوزك ولا واحد منكم كان هيك. طيب وشو لازم اعمل هلأ؟ انا ما رح اتدخل بالقضية القانونية تبعكم. حضرتك وولادك اثنين استعملتوا هويات مزورة من سنين طويلة، انتوا اللي لازم تقرروا شو لازم تساووا فيها، يا اما بتكملوا يا اما لا. على كل حال هاي جريمة، اذا تابعتوا هيك لازم تتحملوا النتائج تبعها، واذا انتوا قررتوا انكم تسلموا حالكم للقانون كمان رح تدفعوا الثمن. أما بالنسبة للجانب الشرعي من الشيء اللي اشتغلتوه، بنتك في عندها جد وهيدا واقع، وبنتك إذا بدها تتجوز لازم تجيب موافقة جدها، وإلا أكيد رح يكون كاتب الكتاب حسب القانون وحسب الشرع باطل. وطبعاً هاي إذا كان جد للولاد بعده على قيد الحياة حيا يرزق. أنا يا ست في عندي رفيق بمديرية الأحوال المدنية، رح أسأله بكرة إذا كان جد ولادك بعده عايش أو لا. قدي بدك حطي عروس؟ عم تسمعيني؟ قدي بدك حط؟ حطي اثنين. خالته قولي لي هلأ شو صار؟ ولا شي حبيبتي، انت كملي شغلي. قليلي بس قديش بدك تعبيهم؟ ماما شو في؟ ماما راسي عم يجعني شوي. ليش شو صار معك؟ ماما قليلي شو صار؟ ما تخافي حبيبتي ما ينشغل بالك رح تتحسن. أنا بدي أعرف شو يلي صار معه. خلاص انت كملي شغلك وأنا رح روح غطيها. خلي لي إياك. Thank you.
قدامنا هلا نوعين من الناس. وقت اللي بيمشي الواحد بطريق غلط رح يكون في مشاكل كتير بتعترضه. نوع بيفكر غلط بس بيشتغل صح، ونوع تاني بيشتغل صح بس بيفكر غلط. كاتب الكتاب رح يكون بالقانون وبالشرع باطل. على كل حال هيدي جريمة، إذا تبعتوا بهالطريقة لازم تتحملوا النتائج. إذا قررتوا تسلموا حالكم كمان رح تدفعوا الثمن. كل مشكلة لازم تنحل بالحل المناسب تبعه، طبعا إذا كان الجد بعده عايش. طبعا هي إذا كان الجد بعده عايش. لا وانت سمعتي؟ كأنه في حدا قدام البيت واقفي لقلك. عاطفة ما رح تصدقي، تعي. ستايش، استغفر الله ربي واتوب إليه. ستايش ربي واتوب إليه. استغفر الله ربي واتوب. ستايش شو عم تعملي؟ بكي شي؟ صاير معك شي؟ قولي لي شو بكي؟ عاطفة ليش ما نمتي حبيبتي؟ عاطفة أنا شو صار لي؟ شو صار لك؟ صاير لك شي؟ احكي لي، قولي لي شو صاير معك؟ عاطفة أنا بحياتي ما قتلت نملة، ما كان إلي قلب شوف عصفور عم بموت، بس الليلة كنت عم بتمنى الموت وأدعي على واحد. قولي على عمتي عاطفة، كل الليل كنت عم بتمنى يجي السيد مرتضى بكرة ويقلي إنه حشمة فردوس ميت. تمنيت حشمة فردوس يكون ميت. قولي على عمتي قديش صرت سيئة، قولي على عمتي قديش صرت سيئة. عاطفة تقبريني انت. عاطفة خلص حبيبتي، ما بقى تقلقي، انا حدي. عمري شكلي امبارح قربت. معلم هيدا الدواء كتير منيح، اشربه ورح تتحسن للصبح. نحن والصحة صايرين مش صحبي أبدا. إذا فقت بنص النهار شفت حالك ما عم تتوجع، يمكن تكون عم تموت. بعيد الشر عنك معلم، شو هالحكي هيدا؟ تفضل معلم. إن شاء الله صحة وهنا معلم. هلأ رح روح جيب لك حبة كمان. Thank you.
علي، أخذت البضاعة على البراد؟ سيد رستم، سيد رستم. نعم. وينه السيد فردوس؟ هون موجود، بعيط له. معلم فردوس، السيد أفلاكي. عفواً معلم. شو عيدي؟ تحذير من مديرية الضرائب. حلو كتير. ليش صابر ما راح يتابع هالموضوع؟ ما بعرف معلم. اتصل لي بصابر لشوف. أنا ما بعرف مع مين لازم أحكي هلأ. المعلم صابر. صابر، مش على أساس عملت لك وكالة لحتى تتابع موضوع الضرائب والتأمين والبلدية؟ ليه؟ ليش لكان إجاني تحذير مرة تانية من مديرية الضرائب؟ طيب روح تابع الموضوع بقى يا صبي. أنا ما بدي كون مديون لحدا يا خيي، لا تأمين ولا ضرائب ولا بلدية. ماشي ماشي، مين ما كان يكون ما بدي. فهمت فهمت، بدك اشرح. حطوا البضاعة بالشحنة الأولى هناك. أنت يا خبير؟ نعم معلم. تعال هون لشوف. ليك، خد هذا الوصل لغرفتي لفوق، بتحطه بدرجة طاولة تبعي. حاضر. بتجيب مفتاح السيارة وبتجي. حاضر معلم. نعم معلم. عجل شوي. جاي، كنت عم دور على المفتاح. ماما ماما، أنا عم قول إنه ما في داعي نعطي إقدامي للكبار، خلينا نوزعها على الشباب والصبايا بس، شو رأيك؟ ماما ماما، ماما. نعم حبيبتي. انت سمعتيني شو كنت عم اقول؟ بعتذر منك بصراحة، ما سمعت شو قلتي. أنا كنت عم قول إنه ما في داعي نعطي إقدامي للكبار، خلينا نوزعهم على الشباب والصبايا بس. ماما. نعم. ما عليك تقولي لي شو صار؟ ليش على أساس يصير شي يعني؟ تعالي قعدي.
من امبارح بالليل ولليوم انت مش عبعضك. انا حاسة انه في شي موترك، صرت مثل الناس اللي غرقت السفينة تبعتهم وما عارفين شو يعملوا. ما رح خلي السفينة تبعي تغرق. سفينتي هي انتو، انت ومحمد، لهيك ما رح خليها. يا اصحاب البيت، يا اصحاب البيت، يا اهل الدار، تقدري تنزلي شوي لو سمحتي؟ اجا مرتضى. كتب الكتاب والعرس هيك على طول، كله توتر واضطراب وقلق، بس يكون بعلمي. بعد ما يخلص كل شيء ويجهز، كل واحد منا بياخد نفس عميق وبيقول اخ. ما تعتلي هم يا بنتي، ما رح طول عليك. مرحبا. مرحبا مرحبا، كيفكم؟ أنا رح أطلع لفوق عند نازجول. لا عاطفة، خليكي هون أحسن. تفضلي تفضلي. لا شكرا، خبرني هون. كتير منيح. السيد حشمت فردوس بي جوزي بعده عايش. تعرف وين بيكون؟ لا، بس ما في مشكلة، منلاقيه إذا بدنا. أول شي لازم تاخدي قرارك شو لازم تعملي، وأنا رح لاقي لك إياه. أنا أخذت قراري يا أستاذ، رح روح لعنده وأخذ إذنه للكتب الكتاب. ما بدي هالحدث الحلو اللي عم بصير لبنتي بهالكم يوم يروح بالهواء. لقي لي عنوانه إذا بتريد. طبعاً إذا ما بكون عم تقل عليك وعزبك معي. لا 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 لا، ولو أكيد. مع الأذن. مسكينة. إجا جدو. ما تطلعوا قدامه بكل هالمكياج هيدا، رح يجنني على كتر ما عم يلومني كرمال المكياج تبعكن. بس يا بابا، نحن رايحين على عيد ميلاد مش على عزا. يا بنتي جدكن ما بيميز أبدا بين عيد الميلاد والعزا، إذا بيشوفكن هيك رح يجبركن تغسلوا وجهكن بالليفي والصابون. وانت كمان تيابك ما بهن شي، صح بابا؟ حكي مزبوط يا بابا. لوين بدك تروح؟ اسمعوني منيح، إذا عن جد بدكن وصلكن ما تكتروا حكي علي. تفضلوا روحوا لفوق وما تخلوا جدكن يشوفكن، وبس يروح جدكن بتطلعوا بالسيارة حتى إجي أنا، فاهمين؟ حاضر يا أحلى بابا. معي. بس طالع أنت غير شكل، معناتها أكيد في شي. اسمعوني منيح، ما تنسوا شو قلتلكن، ما تخلوا جدكن يشوفكن. أنا هلأ تأخرت، ما بدي ضل يحكي معي ساعة. حاضر. مرحبا. أهلا. مرحبا بابا. أهلا. مرحبا. خبرني يا خواجة، لوين رايح؟ شو رايح عشي عرس؟ لا بابا، عندي موعد مع المديرية العامة لمصنع دبس البندورة، بدي اشتري قسم من الأسهم تبعوله. أها، وهي المديرة العامة بتبيع أسهم للعطر والكولونيا والتقم وهيك شغلات؟ بدك شي بابا؟ اسمعي لقلك،
وين البنات؟ عم يجهزوا حالهم حتى يخدن على حفلة عيد الميلاد، وأنا اللي رح رجعهم كمان. أها هيك بدي إياك. وأنت حطن على الأرض. حاضر. أنا ما قلت لك ما تحمل شي تقيل مشان جرحك؟ ست عصمة جبت لك كل شي مشان المربى. تفضل معلم. ليك خد المفاتيح معك، خد السيارة وبكرة تعال عندي عطلوع الضو. شو بك؟ في شي؟ خبرني ليش هيك عم تتطلع فيي مثل الحصان اللي بيتطلع بالحدوي تبعه. خد السيارة، طلع أمك وأختك فيها، خدن وكسدرن شوي، طعميهم بوزة كباب سودة سندويشات، ضيفن شي شغلي، خليني يشوفوا منك شي منيح. لازم تعرف تكرمن، هيدول أمك وأختك. ما حي الله. يسلموا إيديك يا معلم. روح كتر خيرك. شكرا معلم. رجع السيارة عشية لهون ورجع روح. انت منيح معلم؟ معن اذنك. ايه بابا هون. يسلموا ايديك يا احلى بابا. يلا عجلي لشوف. جاية خاطرك بابا. خاطرك رعنا، ساعة 9:30 رح اجي اخدكم. ماشي انت اتصل فينا ونحنا بننزل. يلا مع السلامة. خاطرك. خاطرك. منيحة؟ ايه. أنا رعنا. محمد شفت هيدول؟ حلوين ما هيك؟ كتير كتير حلوين. ماما رفيقتك عندها بيت حلو كتير، ها؟ غنية مش هيك؟ يعني عطوكن الطابق كله؟ كله 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 عن جد خلطوا عاطفة ما في منها. نازقول شو عامل البيت مثل السوق يا ماما؟ لمي لك هالقطعتين لوحدي. طيب يا ماما انت ما عم تخليني مد ايدي على شي ابدا، خليني انا برتبهم. ما تتهربي يا ماما ما تتهربي، اليوم جيت لحتى اخدكن تشموا هوا وتتسلوا شوي، لهيك ما بدي حجج ابدا ولا حجج. هو معه حق ماما، خلينا نروح. قلتلكن ما الي خلق، راسي كتير عم يوجعني. اهلا خالته، ليه معزبي حالك؟ مرحبا. هيك شكرا. مرحبا عاطفه. ليش معزبي حالك؟ كنت انا صبيتهم. ولا وشو هالحكي، انت بتعرفي اني خبيره بتقديم الشاي، على قد ما جبت شاي للخطابين. عم بقول لو بتقنعيها للماما انه تطلع تشم هوا معنا. مش الست عاطفه، خالته. حاضر. حاضر شو؟ حاضر خالته عاطفة. هيك بدي اياك. شوفي يا بتروحي بخاطرك او ببعتك غصب عنك. عاطفه مش الست عاطفه، خالته. حبيبتي روحي غيرت يدك انت، وانت تفضل شغل السياره لحتى انا امك. حاضر. انا نازقول تكرم عيونك محمد. ايه هذه دقيقه لقلي. انت اكثر وحده هون بتعرفي انه ما اعرف حبيبتي كيف وضعي. ابنك اجى اليوم لحتى ياخذك مشوار تشمي هوا، روحوا ثلاثتكم شموا هوا سوا وهيك بتكوني غيرتي جو. ماشي هيدا الشيء منيح لي، ما ترفضي. مثل ما شايفين هالسيارة على طول معي، المدير قال لي خليها معك لحتى تشتري وحدة كرمال ما اتعذب كتير. انت واحد كذاب. انا كذاب؟ لكن شو هالسيارة يلي قاعدة فيها هلأ؟ خليني فرجيك الوراق تبعها لحتى تسلم. لا 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 ما في داعي ما في داعي. انت دير بالك على السواقة. وانت ماما في مجال توقفي سؤالي؟ حاضر ماما. وهلأ لوين اخذنا؟
رح قلكن. يسلموا ايديك. تفضلي يا ست مسجول. يسلموا ايديك. يسلموا ايديك. تفضلي. يسلموا. تأمروا بشي تاني؟ لا شكرا، بس جبنا العشاء بسرعة لأنه جوعانين كثير. مسكين محسن، قال لي إنه هو رح يجيبنا لهون أول مرة. إيه لأنه المحل مكتوب باسمه. شو علاقة هاي بهاي بقى؟ أنا عم أقول إنه المسكين كان حابب يجيبنا أول مرة هو. إيه وصارت وهلأ جيتي مع خيك. تفضلي كلي. يسلموا إيديك يا أحلى خي بالدنيا. صحتين وهنا. ألو ست عايش. طاهر وينك طاهر؟ قلبي عم بيغلي عليك. قلي شو صاير معك طاهر. احكي شو في. ما بدك تسأليني شي هلأ، بعدين ببقى بقلك كل شي. هلأ اسمعيني وبس. عم بسمعك احكي. بتتذكر المطعم يلي رحنا تعشينا فيه سوا أول ما تجوزنا؟ بتتذكريه؟ قليلي. ايه بتذكره. جيبي كل شي في مصاري. في مصاري بالبيت وتعي لهونيك الساعة 8 ماشي؟ ستايش طاهر ما تطلعي لفوق. ما تطلعي ما تطلعي. روحي قعدي بالأخير. ماما سناء عجبك المحل؟ محل كتير حلو مش هيك؟ أنا جاية لهون من قبل. جيتي لهون؟ إمتى؟ من زمان كتير. ومع مين جيتي لهون بقى؟ مع أبوكن. أنت ما عم تفهمي القصة يا ستايش. الشرطة طلعت المخدرات من سيارتي أنا. ما بعرف لمين هي، ما بعرف مين حطتها هونيك، بس كل اللي بعرفه إنه كانوا بسيارتي أنا. طيب قلي وش رح تعمل هلأ؟ بدي اهرب عشي مطرح. لوين؟ برات البلد. ما ضل قدامي غير هالحل. بعدين رح حاول جيبك انت والولاد لعندي ان شاء الله. اسمعيني يا ستايش، مهما صار معك حتى لو بدك تشحدي رغيف الخبز ما بتدقي باب فردوس. ما بدي ولادي يتربوا تحت رحمتي. كنا مفكرين انه انت وبيي ما عشتوا بطهران ابدا. ومن هيداك الوقت لهلأ أنت ما عدت جيتي على طهران أبداً؟ وبعدين ما قدرنا نبقى مع بعض أكتر. كانت آخر مرة منجي فيها. بعدين صار الزلزال؟ إيه مزبوط، بعدين صار الزلزال. خلوا هالحكي على جنب هلأ، خلينا نستمتع بالمنظر هون. منظر كتير حلو هون. لوين رايحة ماما؟ بدي روح اتمشى شوي وبرجع. ديري بالك. ليك يا أختي مسجول. إذا يعني إذا كان في بنت منيحة وإدمية. إيه يعني منيحة شوي وحلوة، يعني حلوة كتير وشخصية. إيه كان في واحد بيستلطفها، قصدي انه بيستلطفها كتير يعني. قول. بعدين هيداك الواحد عرف انه البنت ماشية بطريق غلط ومش مزبوطة. يعني في وحدة بتكون مثل اختها عم بتخليها تمشي بالطريق الغلط، يعني هي نفسها البنت. ايه شو لازم يعمل بهالحالة؟ ولا شي، بيضربها كف للبنت اللي عم تمشي بالطريق الغلط، وبعدين بدور على بنت ما عم تمشي بالطريق الغلط ولا عندها أخت حقيرة.
انت ما رح تصيري بنت طبيعيه. ايه الحق علي انا يلي فتحتك بهيك موضوع مهم ومصيري مثل هيدا. موضوع مصيري مثل هيدا؟ ايه لكن يا اختي هيدا موضوع مصيري. وشو هالموضوع المصيري هيدا؟ إذا بدك الصراحة يا ماما، أنا بظن إنه ابنك بده، يعني قصدي إنه هو ماما يمكن. ماما أنا اشتريت لأختي الصغيرة هدية كرمال كاتب الكتاب، قلت لحالي خليني أفرجيها إياها، إذا عجبتها بعطيها إياها ليلة كتب الكتاب، وإذا ما عجبتها لحتى روح بدلها بشي وحدة تانية تكون أحلى وعلى ذوقها. أنت جبت لي هدية لإلي؟ إيه، وهلأ رح فرجيك إياها كمان. عن جد؟ تفضل هديتي. عن جد هيدي إلي؟ إيه، وفيكي تفتحيها. يا الله يا محمد، عن جد حلو كتير. طلعي ماما. كتير كتير عن جد مش عارفة شو بدي قلك. بتشكرك. مش معقول، كتير حلو. بس مش بحلاوتك انت، كل سنة وانت سالمة. وكيف عرفت انت؟ صابر، يعني عن جد هاي هدية وحفلة عيد ميلادي؟ هاي دي هدية صغيرة، كنت بدي أخذك على محل مرتب وسوي لك حفلة عيد ميلاد للصبح، بس بعد العشاء لازم روح جيب بناتي راحوا على حفلة. أصلاً ما تناقشني أبداً، اليوم عيد ميلادي وأنت عم تقول. بس بوعدك بكرة رح سوي لك حفلة عيد ميلاد مطنطني. ما برضى أنه يكون بكرة المساء، اليوم عيد ميلادي، ما بقى تطلع على ساعتك كتير. طيب ما بدك تجربيهم؟ ما فيك تروح. ها طيب ماشي. ممكن انك تطفي الموبايل كمان؟ ايه طيب حبيبتي، بس خليني بالاول امن على بناتي. اللي حلو. مرحبا بابا. هلا صابر، شو صار؟ بابا الاجتماع مع المدير العام بعده ما انتهى. شكل هالمدير العام مثل الاسعاف، تشتغل ليل نهار. طيب بابا هيدا شغله، لازم نكمل الاجتماع. بعدين مثل ما بتعرف يا بابا البنات راحوا على حفلة عيد ميلاد، وبدي عزبك معي بشغلي. بس فضل شو بدك. شكرا. ماما حلو كتير، شو قولك بجربه هلأ؟ خيك جاب لك يلا يعطيك إياه بالحفلة، حطيه بالعلبة. حاضر. مين؟ ليكون هداك الإنسان المنيح اللي عم يمشي بالطريق الغلط. هيدا مديري. عفواً. مرحبا معلم. وينك يا محمد؟ ولا شيء، طلعت أنا وأمي وأختي لحتى نتعشى برا. معناتها عجل لك شوي، لأنه لازم تروح تجيب البنات. حاضر معلم، حاضر. سجل العنوان. ماشي ماشي، لحظة شوي، خليك معي بس ثواني لحتى طلع قلم وورقة. لحظة انطرني، حاطيني ورقة وقلم. قلي معلم. حاضر. نعم حاضر حاضر. مع السلامة معلم. هيدا المدير، قلت لكم من قبل إذا ما كنت بالشغل ما بيمشي شيء أبداً. يعني رايح؟ لا لا لا، مش رايح. بس أنا تعبانة كتير وما إلي خلق، وإختك نازغول مشغولة كتير، خلينا نروح بكير أحسن. ماشي خلص، إذا أنتو بدكن هيك ماشي، خلونا ناكل بسرعة. لكن
عفوا، من بعد اذنك جيت لحتى اخذ الانسه ليلى فردوس و ايه على انطره لحتى ينزل. هذا شوفيرنا. عاد بالسيارة هلا منجي. يلا خلينا نمشي. ايه ماشي. هالأصبع وقح. تعرفي شو قال لي؟ بالسيارة منحكي. يلا امشي ليك تطلعي على سيارة. عن جد كتير وقح. يلا امشي. روح لهونيك يلحقني قوم ارجع لهون لك حل عني بقى. لك تطلعي على وجهه. طلعي عن جد. ليكي 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 هالقناع اللي حاطه. هاي خدي خدي. طلعي طلعي من ايدي مسكي. نزلي الازازة شوي لتحت. شو عم يقول؟ شو عم تقول؟ خدي يا منيحة. هاتو هاتو خدي يا. ايه لوين رايح؟ انطر على مهلك. شو عم تعمل على مهلك؟ صحتين وهنا. كيف عم يسرع؟ عطيني من ايدك بعدين بعطيك حصتي. انت على طول بتاخدي حصتي. واي فوقها كمان. شو عم تعمل؟ لك على مهلك. عم بحكي معك. شو عم تعمل على مهلك؟ شو بهيدا يا عمي؟ شو صار شوي شوي؟ ليش عم تسرع هيك؟ وقف على مهلك. شو صار له هيدا؟ ما بيصير هيك. عم بحشر عندي مجنون. شو عم تعمل؟ وقف غلط. رح نعمل حادث. ويلي.
هاتي لهون. لك شو بك انت؟ جنيت شي؟ عمل لك هاتي لهون. هاتي يا المرة الجاية رح كسر لك راسك انت وياه. ما معقول شو عملت انت؟ اللي مين مفكر حالك ايه؟ خرسي وليه؟ عم يقلي خرسي؟ سمعتي؟ عم يقلي خرسي؟ ما معقول. أنا سألتك سؤال وجاوبني بكل صراحة، أنت قلت لبنت ابني خراسي ولا لا؟ إذا بدك تعرف لازم تعرف بالأول السبب. يعني ما تعلمني يا ولد شو لازم ساوي. أنت قلت لها لبنت ابني خراسي ولا لا؟ بلا معلم. بلا؟ لك يا حيوان يا عوانطجي انت يا صبي، عم تقول لبنت حشمة فردوس خرسي؟ لك انت يا لا اله الا الله استغفر الله. معناتها يعني كل شيء مزبوط، عم كسر ازاز سيارات الناس ما هيك؟ ايه معلم. ليك معناتها يا اما انت واحد صايع يا اما واحد مجنون. يا غبي، الاساس تبع السياره شوه له وجهه لهيدا الصبي، ومن الصبح عم بيدوروا بالمغافر هو الطبيب الشرعي والمحكمه. كرمال شو؟ كرمال شغلك هيدا انت يا غبي يا تافه؟ انا بنات ابني لازم يروحوا يتشرشحوا بالمغافر؟ شو؟ اللي أويان نبضك؟ إيه؟ عم تستعرض عضلاتك قدام الكل؟ ليك أنت كتير غلطت، 10 مثل حكايتك وأقوى منك كمان، بيدوروا على زبل البقر بالسوق لحتى يلحسوه. كل هيدا بسبب اللي عملته مع هيداك الصبي، وبناتي كانوا معك. اسمعني منيح شو بدي اقول لك يا صبي. شو رايك خليوني علقوك قدام باب المحل من ديناك؟ معلم انا ما كان بدي هدول الشبان. سدني عك وما بقى تحكي، ما بقى تقول لي انا وانا. لك انت ما بتسوى نص بني ادم، انت حتى ولا شيء. حق علي، انا اللي درت بالي عليك. حق علي. رستم. نعم معلم. صفي لي الحساب تبعه لهالصبي. هلأ بدي أزعمه من الشغل. حاضر تكرم عينك. ليك رح اقول لك كلمتين حطهم مثل الحلق بديناك. مهما كنت مفكر حالك قوي، وكبير، ما في اكتر من الحبال اللي بتلف على رقبتك والحبال بتشنقك، فما تغتر بعضلاتك. انا مني مغتر بعضلاتي. لكن ليش انضربت على قلبك وسويت هيك بالشاب وسيارته؟ هدول الشبان يا معلم، هدول كانوا عم يعطوا لبنات ابنك مخدرات. انت كذاب، انت واحد كذاب كبير كمان.
بناتي ما بيعرفوا هالشغلات ابدا. انت محتال. طيب اسالهم انهم لك هيك. سالتهم الصبح انا، قالوا لي انك انت عم تكذب وتالف قصص وحبيت تستعرض عضلاتك قدامهم. هالبنات كذابين. انت الكذاب. انت ليش مفكرني انه انا الكذاب وبنات ابنك؟ لا لانهم هول اولاد ابني، لانهم من لحمي ودمي، ودمي ما بيكذب علي ابدا. جبت الحساب؟ لا معلم. لكن ليش رجعت لهون يا صبي؟ في مرة عم بتقول بدها تشوفك شوي. منك شايف انه عندي شغل؟ شوف شو بدها. اذا بدها مساعد يعطيها شي وخليها تروح. عم بتقول بدها تشوفك إلك. ايه وتقول انا مشغول هلا، خليها تيجي بكرة. جيب الحساب تبع هيدا. حاضر معلم. عراسي. Okay.